ولنقاش ملف صراع شركاء العملية السياسية وأزمتهم في التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، في تقرير لموقع ميدل إيستاي البريطاني فإن محمد علاوي كان مرشح الميليشيات لرئاسة الوزراء، لماذا برأيكم اختلفوا على حكومته ولم يتم التصويت عليها لاحقا؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أن قضية محمد توفيق علاوي هم قدموه على أنه من المستقلين، لكن واقع الحال وبحسب التجربة الكبيرة مع الكتل الحاكمة في العراق أن هؤلاء لا يمكن أن يقبلوا بأي مرشح مستقل، على افتراض أننا يعني نقول أن محمد علاوي من المستقلين، ومعلوم كما تعلمين جنابك أن علاوي ليس مستقلا وإنما هو نائب سابق ووزير، وبالتالي لا يمكن عده من المستقلين. وعليه أعتقد أن الكتل السياسية وبحسب ما علق علاوي شخصيا قال انهم يعني فرضوا علي محافظات، كل كتله كانت تريد وزاره معينه، وبالتالي هم يلعبون بالدستور العراقي وبالعمليه السياسيه لتحقيق اغراض يعني حزبيه وفئويه وشخصيه. وعليه لا اعتقد ان القضيه يعني هي قضيه خلاف شخصي مع محمد توفيق علاوي، وانما هي قضيه مصالح من أجل تحقيق غايات معينة لهم عبر العملية السياسية التي يتحكمون في البلاد عبرها منذ عام 2004 وحتى اليوم. تتحدث بعض قوى العملية السياسية عن صعوبة بالغة في اختيار مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد في الحكومة، أين تكمن بالضبط هذه الصعوبة؟ الصعوبة أنه لا يمكن، يعني لا يوجد بهذه العبارة، لا يوجد بين الكتل الحاكمة شخصية مستقلة مقبولة من قبل يعني غالبية العراقيين. معلوم جنابك أنه لا يمكن أن نأتي بشخصية مقبولة من جميع العراقيين لأن هذا أمر محال، وبالتالي أعتقد أنهم يعلمون جيدا أن الأمر إن خرج من أيديهم فإن غالبيتهم سيذهبون إلى القضاء وربما سيكونون خلف القضبان، لأنهم ربما بعضهم متهم بجرائم قتل وبعضهم متهم بسرقات كبيرة، وعليه هم يعني حريصون على استمرار هذا اللعب على الجماهير ويعني إطالة أمد يعني الصراع مع الجماهير العراقية عبر عدم يعني عبر القول أنه لا يوجد مرشح ترضى عنه الجماهير. يعني مثلا حينما نتابع مثل أن كتلة عصائب أهل حاق وكتلة هادي العامري رفعوا قضية في المحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بحجة أنه لم يطبق الدستور العراقي، وأنا أسأل هنا متى طبق هؤلاء الدستور العراقي؟ حتى لو اختلفنا معهم في قضية أن الدستور يعني كتب في مرحلة الاحتلال الأمريكي في عام 2005، لكن هنالك نقاط يمكن أن نعدها من النقاط يعني الجيدة في الدستور، وعلى الرغم من ذلك لم ينفذوا هذا الأمر. مثلا العراق دولة ديمقراطية، اليوم نحن أمام دولة دكتاتورية. حقوق الإنسان، لا يوجد في العراق حقوق الإنسان. الذين يتم إلقاء القبض عليهم يجب أن يقدموا للمحاكم خلال 24 ساعة، وهذا الأمر لم ينفذ، وهنالك آلاف المغيبين، وبالتالي هم يلعبون بالدستور وبالعملية السياسية وفقا لمصالحهم أو لمصالح الطرف الثالث الذي يحاول جعل العراق حديقة خلفية لهم. باعتباركم أشرتم دكتور لموضوع مرشح الجماهير، كان حاكم زامل القيادي في التيار الصدري تحدث عن عدم إمكانية تمرير أي مرشح لا يحظى بالقبول الشعبي على حد تعبيره. ما هي مواصفات المرشح المناسب الذي ترضى عنه الجماهير وفقا لشركاء العملية السياسية؟ يعني حينما نريد أن نقول أننا نتحدث عن مرشح وطني، يعني نحن نريد مرشح عراقي يحب العراق،
يعمل من أجل مصلحة العراق، يعمل لتحقيق مصالح الشعب العراقي ولا يعمل لتحقيق مصالح الغرباء. هذه ببساطة هي ما يريده الجماهير، ما تريده الجماهير العراقية. الأمر ليس يعني صعبا ولا معقدا، ولا نحن أمام معادلة كيميائية، وإنما هي القضية قضية أننا بحاجة لقائد عراقي يحب العراق والعراقيين ولا يأتمر بأوامر خارجية. هذا ما يريده الشعب، لكن ماذا يقصدونهم بمرشح الشعب عندما تتحدث كتلة في البرلمان عن المرشح الذي يحظى بالقبول؟ والله لحد الآن يعني لا أرى أن هنالك أي شخصية داخل العملية السياسية هي مقبولة لدى، يعني حتى لو لدى نصف الشعب العراقي، وبالتالي أعتقد أنهم يعني يطبلون أو يجملون صورة بعضهم البعض. هم يعلمون جيدا أنهم غير مرغوب بهم في العراق وغير مرغوب بهم في يعني من قبل الشارع العراقي، وبالتالي أعتقد أن القضية هي قضية إطالة أمد بقاء عادل عبد المهدي في حكومة تسيير أعمال لحين الوصول إلى مرحلة الملل من قبل الجماهير. ولا أعتقد أن هذا الأمر ممكن، لأنهم راهنوا على الشتاء في العراق، وعلى الرغم من ذلك اليوم نحن مقبلون على فصل الصيف، وبالتالي هم فشلوا في إجهاض المظاهرات العراقية. أعتقد أنهم في نهاية المطاف سيجبرون على تنفيذ مطالب الشعب العراقي في بناء دولة المواطنة الخالية من القتلة والمجرمين. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم شومري، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول.